جديد أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي للمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية بشكل عام، بينص على عدم السماح لأي مواطن بالتسوق داخل المحلات التجارية والمجمعات من غير ارتداء الكمامة. ده طبعا غير التزام السادة العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات والتطهير المستمر للبضائع المعروضة. النهاردة احنا في جولة خاصة في داخل المجمعات الاستهلاكية لمعرفة التعليمات المتبعة لاستقبال المواطنين، وده طبعا في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا. تعالوا مع بعض نشوف التفاصيل. معنا دلوقتي الأستاذ علاء فتحي، أحد المسؤولين في أحد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. أهلا بحضرتك معنا يا فندم، بنرحب بيك على شاشة أم بي سي مصر. يعني حابين ناخد بس جولة بسيطة داخل هنا داخل المجمع الاستهلاكي، نعرف مع حضرتك التعليمات المتبعة بقى واللي أصدرها سيادة الوزير لاستقبال الضيوف من المواطنين للتسوق داخل المجمعات الاستهلاكية. احنا حضرتك أساساً التعليمات العمالة اللي عندنا هنا هو خفضناها أساس ما بقاش فيه زحام بالنسبة للمواطنين والمجموعة المستهلكين، بندخل مجموعة مجموعة بحيث إن تاخد 25% من الكثافة اللي ممكن تستغلها المكان. أثناء الدخول بيبقى في واحد واقف بياخد الحرارة، بيختبر الحرارة، لو أي حرارة زايدة بتاع بيدخله الفرن، زائد بيديله أساسا جوانت في إيده، إذا ما كانش معاه كمامة بيديله كمامة بسعر التكلفة بتاعتها. في مطهر بيطهر ايديه لما بيطلع اساسا، اذا كان معاه استندات وبتاع التطهير شغال. احنا بالنسبه للعاملين اثناء الدخول لازم تتقاس درجه الحراره بتاعتهم، برضو اذا طلعت اي درجه عاليه بتحول للطبي، الطبي بياخد اجراءاته معاه. لازم برضو يدخل بيطهر اساسا تطهير الايدين. احنا حابين برضو يا فندم نتكلم على الاسعار. بالنسبه للاسعار طبعا بيبقى فيها حوالي تخفيض من 20-30%، اسعار يمكن بتبقى ظاهره اكتر في الدواجن. الدواجن اساسا ب 37، ما قبلها بره اساسا 45، بالنسبه للحوم البلدي 100 جنيه بره ب 120 و140، بالنسبه للحوم السوداني المبرده ب 85، بالنسبه للحوم البرازيل المستورده ب 63، زائد بالاضافه الدقيق ب 6.5، الرز بيوصل 8 جنيه، بنوفر الحاجات اللي سواء المطهره، زائد برضو الكحول اللي موجود. يعني كذا مره الرصيد استنفذ ونبتدي التعويض على طول يومي بالنسبه للارصده. اول ما بيفتح فرع الصبح بنطهر المكان كله ومسطحات وعربيات التسوق كلها، ده كلور بيتخفف بنسبه معينه وبنشتغل بيه. الناس السادة المواطنين مبسوطين، كل ما بيشوفونا بنرش كده بيبقوا مبسوطين قوي بالاهتمام اللي احنا بنشتغل بيه. كل يوم في قسم بيتعمل له جدول نظافه، البضاعه بتنزل وبتنظف ميه بكلور وبعد كده البضاعه ترجع تاني مع متابعه تاريخ الصلاحيه مع متابعه الاسعار بتاعتها اللي موجوده على الرف. ايه الاجراءات بقى المتبعه هنا للحفاظ على سلامه اللحوم البضائع؟ دلوقتي في قرارات جديده بالتزام كلكم تلبسوا الكمامات، فاحكي لنا اكتر على اجراءاتك انت المتبعه هنا داخل القسم. حضرتك واحنا داخلين الفرع الصبح بيقيسوا درجه الحراره، وبنخش بعد كده بنغسل ايدينا وبنعقمها، بنلبس الكمامه والجوانتي، وطول النهار شغالين بالكمامه والجوانتي زي ما حضرتك شايف. واحنا بنقطع اللحمه انا بعبي اللحمه بجوانتي، ممكن كل نص ساعه بغير الجوانتي اللي فيه. تمام. وفي عمال نظافه بيخشوا يعقموا القسم كل ساعه مثلا. البضائع لازم تكون جيده، في حاله جيده نستلم البضائع بتواريخ صلاحيه جديده. اول ما دخلت من على الباب التزموني بالكمامه وقالوا لازم تخش بالكمامه ومحترسين، وخدوا وشافوا الحراره بتاعتي وقالوا كون ملتزم جوه على العلامات، ولابد ان احنا نخش بارتداء الكمامه ولازم نلبس قفازات في ايدينا، فدي حاجات طبعا بتحافظ على الانسان قبل اي شيء. كنت داخله ونسيت الكمامه بصراحه، نسيت في الشنطه، فانا داخله قال لي كمامه، فرجعت جبت الكمامه بتاعتي وقاسي درجه الحراره، فانا اطمنت يعني، ما عمل كده اطمنت بصراحه. الكاشير اخر مرحله بيوصل ليها المواطن في التسوق بشكل عام، واحنا شايفين مع بعض الكاميرا جايبه لنا المسافه الامنه بين كل مواطن والتاني عشان نحافظ على الاجراءات الاحترازيه ومنع الزحام ومنع يعني تبقى الناس قريبه من بعضها. العملاء عامه كلهم لابسين كمامات وملتزمين بالموضوع الكمامات والجوانديات، وهنا موفرين لهم كمامات وجوانديات لكل عميل بلاستيك يقدر يتعامل بيه، وعاملين مسافات امنه، في التزام جامد من المواطنين. شوف تعقيم بنفسينا، كل حاجه معقمه، كل حاجه في الكيس بتاعها محفوظه، كل حاجه تمام الحمد لله، مفيش اي مشكله. رايك في الاسعار كمان؟ لا ممتازه، هنا احنا بنيجي هنا بالذات لان الاسعار هنا افضل من بره بكتير الصراحه.
25% هي القدرة الاستيعابية هنا في المكان لمنع التزاحم بين السادة المواطنين أثناء عملية التسوق. ده الهدف الأساسي من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على سلامة المواطنين بشكل عام والتصدي لفيروس كورونا المستجد. كده بتكون خلصت فقرتنا، وبنشكركم وإلى اللقاء.